السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد رجعتكم في جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نجرب مع بعض مود رائع جدا، مود واحد فيه ثلاث مودات. أنتم متخيلين شباب مود واحد فيه ثلاث مودات واقعية؟ راح أضع لكم في أول تعليق مثبت رابط تحميل المود لمن يريد تحميله وتجربته في اللعبة طبعا. المهم شباب، وقبل ما نبدأ الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. طبعا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. طبعا شباب، المود الأول طبعا لتفعيل المودات الواقعية شباب، هم ثلاث مودات واقعية. طبعا لتفعيلهم لازم تتوجهون إلى قائمة الغش، بعدها إلى هذا الخيار Animation Android، راح نضغط عليه هكذا. الآن لقد فعلنا المودات الثلاثة. طبعا المود الأول شباب هو مود صيد الأسماك. طبعا راح أذهب إلى مكان رائع جدا يصلح لكي نصطاد فيه الأسماك. أوكي، هيا سننتقل إلى المكان بسرعة باستعمال مود تيليبورت شباب، هكذا وصلنا بسرعة إلى المكان، رأيتم؟ المهم طبعا المكان هو هنا شباب، سنصطاد الأسماك مع بعض، هيا بنا. أوكي، طبعا نأتي هكذا بهذا الشكل. أوكي، هكذا ينفع هكذا؟ نعم ينفع هكذا، سنتقدم قليلا، هكذا ينفع. بعدها شباب سنضغط هنا لتفعيل المود، رأيتم؟ سنضغط هنا، المهم سأضغط أنا هكذا، هيا يا سي جي. أوكي، لقد فعلت المود. انظروا شباب، سي جي حصل على سنارة، سنارة طويلة جدا، رأيتم؟ واو. بعدها هو الآن يصطاد، طبعا هو الآن ينتظر لكي تعلق أي سمكة في السنارة، يعني في خيط السنارة لكي يصطادها سي جي. هيا لكي ننتظر، نحن ننتظر الآن مع سي جي. أوكي، وأعتقد بأنه اصطاد شيء شباب. تتوقع أن تكون سمكة كبيرة؟ هيا لكي نراها. هو شباب، انظروا السمكة، رأيتموها؟ جميلة جدا، واو. طبعا شباب نستطيع الحصول على قارب ونذهب إلى هناك في وسط البحر ونصطاد. أنتم اعملوها شباب، فعلوا المود وفعلوا هكذا، احصلوا على قارب واذهبوا في وسط البحر واصطادوا الأسماك. المهم نذهب الآن إلى المود الثاني شباب. طبعا المود الثاني هو مود الشرب، راح نفعل المود شباب. طبعا نضغط هنا لتفعيل المود. أوكي، سأضغط هكذا، هيا نايس. لقد ضغط شباب، انظروا سي جي ماذا يفعل. اوكي، حصل على هذه القارورة. اوكي، زجاجة زجاجية، قارورة زجاجية. اوكي، لقد شرب الآن، ماذا سيحدث؟ اوكي، شرب مرة أخرى. اوكي، انظروا شباب، هو الآن سي جي دايخ، رأيتم؟ وات، انظروا شكل سي جي وهو دايخ. اوكي، هيا انظروا شباب، انظروا شكله مضحك جدا، انظروا. وات، اوف، ماذا يحصل؟ اوكي، رأيتموه شباب، تقيأ، الله يكرمكم، رأيتم؟ وات الشيت، استغفر الله، نحن في رمضان شباب. المهم شوفوا شباب، رأيتم؟ الآن هو جالس في الأرض دايخ، رأيتم؟ مود واقعي جدا، رهيب، نايس. هيا متى ستكمل يا سي جي؟ أخيرا أكمل، رأيتم؟ المود أسطوري شباب، مود واقعي. أوكي، الآن سننتقل إلى المود الثالث والأخير، المود الواقعي الثالث اللي هو مود التدخين. طبعا شباب سنضغط هنا لتفعيل مود التدخين. أوكي، سأضغط هكذا، نايس. ها هو سي جي حصل على سيجارة وهو الآن يدخن، لكن كيف أشعل تلك السيجارة؟ صراحة لا أدري. المهم أتوقع حصل عليها وهي مشتعلة. المهم ها هو يدخن الآن شباب بشكل واقعي، رأيتم كيف؟ أوكي، لماذا وضع يده في فمه؟ صراحة لا أدري، أتوقع هو نعسان، رأيتم؟ هو يدخن ويشعر بالملل أو لا أدري الصراحة. انظروا شباب، هو يفكر رأيتم؟ واو، هيا يا سي جي متى ستنهي التدخين؟ اوكي، لازال يدخن، هيا انهي يا سي جي، متى ستنهي التدخين؟ هيا دعنا لكي نكمل.
هذا هو المود شباب، رأيتموه، يوجد يعني 3 مودات في مود واحد، مود صيد الأسماك وأيضا مود الشرب ومود التدخين. رأيتم مودات واقعية أسطورية. راح أضع لكم شباب في أول تعليق مثبت رابط تحميل المود لمن يريد تجربته. طبعا المهم شباب، وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، وإذا عجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. المهم شباب، يلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ومع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you love